وهذا الكيف له تأثير بلا شك اقتصادي وتأثير على السياحة، له تأثير على الأمن أكيد. أنا الآن دلوقتي بنقول إن هو لابد أن تتغير جميع الخطط الأمنية، وأيضا يكون في حالة استنفار للمواجهة. أنا الأمر هذا أمر جلل وأمر ليس ببسيط. أنا وجهة نظري، يمكن أنا يعني شايف إن هذا الموضوع بلا شك له تأثير سلبي أيضا على اللحمة، في يعني لابد أن نحن نصل إلى الفاعل الأساسي بأسرع ما ممكن، وخاصة إن هذا الأمر يوجد به يمكن علامات معينة المفهوم الأمني بالنسبة لها يعني بجد لا نجيد حتى قراءتها لهذا التوقيت. لابد أن تعمل أجهزة الأمنية على وجه السرعة للوصول لبعض الحقائق عن طريق الكاميرات أو عن طريق المتعاملين مع المداخل، وخاصة إن المداخل الكاتدرائية دي مؤمنة عن طريق أفراد أمن خاصين بالكاتدرائية في الداخل، وهم المسؤولين المسؤولية الأولى، لكن لا نتنصل من المسؤولية الأكبر وهو تأمين الوطن. إذن إحنا لابد إن إحنا نعلم تمام العلم إن هذا الشكل النمطي للجريمة اختلف لوصوله إلى بعض النقاط اللي أعتقد إنها مفترض إنها تكون جيدة في التأمين، وليس يعني في الحد البسيط أو إن إحنا بنقول ألقيت يعني قنبلة أو متفجرات بجوار الكنيسة، لكن ده داخل الكنيسة في الكنيسة البطرسية، وده شيء لابد إن إحنا نحطه في الاعتبار أو يدرك بمنتهى الجودة حتى نصل للفاعلين أو سرعة تنتهي منها بسرعة علشان حتى يلتئم الجرح بوجه السرعة. أتخيل أعداد قابلة للزيادة، المعلومات اللي موجودة 22 يعني متوفى حتى الآن، وأيضا في أكثر من 30 يعني مصاب معظمهم حالتهم حرجة، وبالتالي هذا الأعداد قابل للزيادة، وطبعا يعتبر بجميع المقاييس كارثة وليس يعني قضية عادية. نعم يعني سيادة اللواء، هل ترى أن احنا بإجراءات احترازية جديدة في المستقبل بعيدا عن الإجراءات النمطية؟ بلا شك، هو طبعا مفهوم أن احنا النهاردة كان عندنا يوم الجمعة أكثر من فعل إرهابي، وأيضا أن احنا نصل إلى داخل القضائية بهذا الكم وهذا الشكل من حجم متفجر، أعتقد أن هو ليس بالهيل والبسيط حتى تسقط هذه الأعداد من الشهداء والمصابين. لا، دي علامات بالنسبة للأمن، علامات أعتقد أنها ليس بعادية ولكن بالغة الخطورة أيضا. نعم، شكرا سيادة اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، وينضم إلينا أيضا أحمد عطا الخبير في جامعات المسلحة والإرهاب الدولي. بعد التحية أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. كيف ترى هذا الحادث أو هذا الانفجار الذي وقع داخل قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية الملاصقة لمدخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؟ ما حدث صباح اليوم لم أفاجئ ولم يكن مفاجأة لي على المستوى الشخصي وليس على مستوى المعلومات والمصادر الخارجية، حيث أن هناك خطة كانت معدة مسبقا قبل 11/11، وهو المواجهات المسلحة والدفع بالفوضى للشارع المصري. هذه الخطة تم تأجيلها لظروف وحسابات مرتبطة بتنظيم الدولة جماعة الإخوان المسلمين. التنظيم الدولي لديه عناصر وميليشيات مسلحة تم تدريبها ولم تدرج على قوائم المعلومات الأمنية خلال العامين الماضيين. هذه العناصر المسلحة غير معروفة وليس هناك أي معلومات عنهم، وتم تصنيفهم تحت مسمى لواء الثورة وحسم وأجناد مصر، وهذه التكلفات تأتي لهم من الخارج. قبل أسبوع من الآن كان هناك اجتماع في مدينة ميونخ في ألمانيا، تم إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي وهكان بدل رئيس المخابرات التركية، أنا بأشير لمعلومات وفقا لمصادر خارجية وليس تحليلات الآن، هذا الاجتماع وضم مجموعة من القادات الهاربة في تركيا. الهدف من تم إقرار خطة تعرف بالأمواج الساخنة استهداف مربع المنشآت
المؤسسات الدولة، هذه المنشآت الأربع، الكنائس، مدينة الإنتاج الإعلامي، منشآت أمنية، وزارة الخارجية، تم إدراجها على قوائم استهداف الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم الدولة جماعة الإخوان المسلمين. وقد أشرت بعد حادثة الهرم أن هذه الحادثة ليست الأخيرة، حتى 25 يناير القادم، بهدف الدفع بالفوضى واستغلال الظروف الاقتصادية حتى يشعر المواطن المصري بحالة من اليأس والإحباط اتجاه النظام الحالي، وهو الهدف عمليات مسلحة وظروف اقتصادية صعبة. النتيجة بالنسبة لهذه الميليشيات هو الدفع دفع المواطن المصري البسيط إلى الشارع. نعم، شكرا أحمد عطا، الخبير في جامعات المسلحة والإرهاب الدولي. بينضم إلينا أيضا جمال أسعد، الكاتب السياسي. بعد التحية أستاذ جمال. أهلا يا فندم. أهلا يا فندم. يعني كيف ترى استهداف دور العبادة إذا كان مسجد أو كنيسة، وخاصة في حادث اليوم استهداف الكنيسة البطرسية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؟ بلا شك هذه العملية الإرهابية هي نقلة نوعية لابد أن نعيها جيدا ونرصدها. نعم. تماما، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها الآن، ولا نستطيع أن نتغافل أن نربط بين هذه الحادثة وبين عدة أمور أخرى يريدون منها إرسال عدة رسائل. نعم. لابد أن نعيها جيدا. أولا لابد أن نتوقف عند اختراق الكنيسة والدخول إليها ووضع عبوة تفجيرية داخل صحن الكنيسة. يعني هذا لم يحدث، آخر مرة كان كنيسة القديسين في الإسكندرية في آخر 2010، ولم يكن حتى بداخل كنيسة كما كان هذه المرة. فهذا يعني أن الرسالة التي يريدون أن يصلوا إليها أننا يقولون أننا نستطيع أن نخترق أي شيء وكل مكان، وهذه رسالة في مواجهة الأمن. الجانب الآخر أن هذه الكنيسة مجاورة للكاتدرائية المقدسية التي اعتاد رئيس الجمهورية أن يزورها في عيد الميلاد 7 يناير لتهنئة الأقباط، وبالتالي أيضا رسالة تحمل هذا المعنى. الجانب الثالث أن تفجيرات الجمعة بجوار مسجد السلام في الهرم وعملية كفر الشيخ ثم عملية اليوم هي عمليات يريدون بها أن يقولوا أننا ما زلنا أحياء وما زلنا نستطيع أن نفعل ما نريد، خاصة أنهم يوجهون هذه العملية في يوم عيد مولد النبوي الشريف الذي هو عيد قومي مصري، بما يعني أن هؤلاء رافضين كل الرفض لكل المصريين سواء كانوا مسيحيين أو كانوا مسلمين لا يتفق معهم في تصوراتهم السياسية أو الدينية. هنا نقول أن العملية أهدافها كبيرة جدا ونتائجها خطيرة جدا، تدعونا إلى أن نعيد ترتيب الأمور مرة أخرى سواء أمنيا أو سياسيا في مواجهة هذه العمليات، ليس على المستوى الأمني فقط ولكن على كل المستويات، حتى يمكن أن نصمد أمام هذه المواجهات التي لا تستهدف إلا إسقاط الوطن ذاته. نعم، شكرا أستاذ جمال أسعد، الكاتب السياسي. مشاهدينا الكرام، نحب أن ننوه لحضراتكم أثناء مداخلة هاتفية مع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للحالات الطارئة للوقوف على آخر الإحصاءات لعدد الوفيات والضحايا، فقد تم الدفع بأكثر من 22 سيارة إسعاف، ووصل عدد الوفيات الآن لأكثر من 22 حالة وأكثر من 35 مصاب. تنضم إلينا الآن بسنت أكرم من موقع الحادث. بسنت، صفي لنا الأجواء حولك. بالفعل هنا من محيط الكاتدرائية وقع في حوالي الساعة 10:15 انفجار في المبنى القديم وهو يعرف باسم مبنى البطرسية،
وهو المبنى المجاور للكاتدرائية بالعباسية. لنشاهد سويا مشاهدينا الانفجار تسبب في تهشم كامل للأبنية الزجاجية، بالإضافة أيضا إلى تهشم في الطابق العلوي. شهود العيان يقولوا بأنهم سمعوا دوي لصوت الانفجار وقاموا بالذهاب إلى مكان الحادث بسرعة شديدة. بيان وزارة الصحة حتى الآن يقول بأن عدد الوفيات وصل إلى 5 حالات وفيات، بالإضافة إلى مجموعة من المصابين. شهود العيان يقولوا أنهم رأوا أكثر من حوالي 20 مصابا وربما يصلوا إلى 30. الانفجار مشاهدينا يسمى باسم القنابل المسمارية، وهو ما قام بالتهشم كما قلنا في الواجهات تماما. رجال الأمن ورجال الشرطة قاموا بعمل كردون أمني مجاور أو في يعني كردون أمني حول الكاتدرائية وحول محيط الكاتدرائية، وبالفعل قمت بجولة حول الكاتدرائية فوجدت أن هناك حواجز وهناك كردون أمني. قام رجال الشرطة أيضا بتمشيط المنطقة تماما حتى يتأكدوا من أنها آمنة حرصا على سلامة المواطنين. لدي أيضا كما تروا مشاهدينا هناك الدفع بحوالي أكثر من 22 سيارة إسعاف، إلى جانب أيضا سيارات الإطفاء، وإلى جانب أيضا كل الاستعدادات الأمنية حتى نتأكد من سلامة المواطنين. قاموا بنقل أيضا المصابين مشاهدينا والوفيات إلى مستشفى دار الشفاء ومستشفى الدمرداش. دعوني مشاهدينا أذكركم بأن اليوم هو قداس الأحد، وكاد قداس الأحد أن يوشك على الانتهاء بحوالي ربع ساعة وحدث هذا الانفجار، وهو في نفس يوم المولد النبوي الشريف. شكرا بسنت أكرم من موقع الحادث، شكرا لك. ينضم إلينا سيادة اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. بعد التحية سيادة اللواء، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني بخبرتك الأمنية كيف ترى هذا الحادث، وخاصة أن هناك تغيير نوعي في تنفيذ العمليات الإجرامية أو الإرهابية في مصر بصفة عامة، وهل ترى أن احنا بحاجة إلى إجراءات احترازية جديدة بعيدة عن الإجراءات الأمنية النبطية؟ شوف يا ستي، نحن في حاجة أولا خالص العزاء مصر كلها، بنعز مصر كلها والعزاء لأسر الشهداء. الحاجة الثانية حضرتك بتقول هل من تغيير؟ لا، احنا عاوزين تغيير. قبل التغيير ده عايزين تغيير تشريعي، عايزين محتاجين تغيير تشريعي. ده نمرة واحد، دستور يعدل ولا بد من محاكمات عسكرية. ألو معايا؟ ألو. أيوة سيادة اللواء، لابد من تغيير تشريعي. أول حاجة هؤلاء الأوغاد محاكمات عسكرية، ما فيش حاجة اسمها محاكمات عادية إطلاقا ولا دوائر إرهابية ولا إلى آخره. القضاء مدخم، القضاء في قانون إجراءات بيحكم إجراءات التقاضي، لابقى فيه محاكمات عسكرية. اللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبهوش يشرب من البحر، هو كده. نعم. سيادة اللواء مجدي بسيوني، يعني ابقى معي للحظات. سينضم إلينا السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء للوقوف على آخر البيانات الصادرة من مجلس الوزراء. سيادة السفير، هل أنت معي؟ أيوة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هل خرج أي تقارير أو إصدارات من مجلس الوزراء لهذا الحدث؟ بالفعل أصدر مجلس الوزراء بيان الآن لإدانة هذا الحادث الآسم، والتعبير عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والمتوفين، والتأكيد على أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الغادرة لن تنال من قوة أو متانة النسيج الوطني المصري، ووقوف جميع أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحيه صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود.
نعم، يعني سيادة السفير كيف ترى هذا الحادث، وهل من إجراءات احترازية جديدة بعيدة عن الإجراءات الأمنية النمطية المتواجدة حاليا؟ أرى هذا الحادث هو دلالة أخرى على أن الإرهاب أصبح يعني مسألة بتمس عنصرية الأمة مسلميها ومسيحيها. رأينا بالأمس وبالأيام القليلة الماضية حوادث وقعت في محيط مسجد السلام وتزامنت مع المولد النبوي الشريف، واليوم هذا الحادث الغادر الآزم الذي أودى بحياة مواطنين أبرياء في كاتدرائية القدسية بالعباسية. إذن نحن في مواجهة يعني مستمرة لظاهرة الإرهاب. يعني حتى الآن 22 وفاة وأكثر من 35 مصاب، فبالنسبة لحادث إرهابي فهذا الحجم هو حجم كبير. حجم كبير جدا طبعا، وحجم يعني يدعو الى وقفه جاده في مواجهه هذا الخطر المستمر المتنامي، والذي يطال كما اشرت سابقا الى عنصرية الامه يعني مسلميها ومسيحيها. نعم سيادة السفير. وفيما يتعلق بالإجراءات، نحن في متابعة مستمرة للتطورات والمعلومات التي تصل من موقع الحادث، والأجهزة الأمنية في متابعة، ومجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء يتابع بصفة شخصية كافة المعلومات التي ترد إليه من هذا الموقع. شكرا سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية، كنت معنا عبر الهاتف تتحدث عن احتياجنا الآن أكثر من أي وقت آخر مضى إلى إحداث تغيير تشريعي. طبعا. نعم سيادة اللواء. يعني هو ده المطلوب بالدرجة الأولى. أنا عايز أضرب مثال، بالأمس صدر الحكم النهائي ضد حفار، احنا نسينا مين حفار ونسينا الفعل القذر اللي عمله في مذبحة رفح الثانية. ده ليه؟ ليه الإطالة دي كلها؟ فالنهاردة عندما يوفق الأمن في ضبط مثل هذه العناصر، وفي خلال شهرين ثلاثة بالكثير أربعة يكون صدرت الأحكام أيا كانت، إن شاء الله تكون براءة. مش بقول كده معمم محاكمات عسكرية معناها الإدانة، لا، لكن براءة إدانة إعدام أيا كان، بس يكونوا في هناك عدالة ناجزة يعني سريعة. وده مش لا نشكك في اجراءات التقاضي، ده اجراءات التقاضي قانون بيحكم والقضاء مدخل زي ما قلت لحضرتك. دي نمره واحد. نمره اثنين بقى بقول حاجه، والمساله ديت ما ناخدهاش بقى انها نزعه طائفيه او فتنه، لا، لان بالامس كانت مسجد واليوم كنيسه، ما عندهمش هم لا احتفال ولا دين، لا دين لهم، فهم لا بيهمهم لا مسلم ولا مسيح، بل بيصطادوا المسلمين أكثر. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة بقى المهم هنا، طب أنا بعد بطالب بالتشريع وبمحاكمات عسكرية قبل الأمن كمان، أنا بقول إحنا ملايين الشعب، الملايين، التسعين مليون شرطي، 90 مليون رجل مباحث، لابد من وقفة جمعية، مش مجرد إن إحنا ندين، مش مجرد ان احنا نقول لا للارهاب وشعارات وخالص التعازي والاكرو، لا، شعب مصر انت شعب قوي. امتى ما فشلتهم في 11/11 وما رضتش تنصاع وراء دعوتهم الخبيثه؟ طب يبقى مش كده وبس، احنا عايزين ايجابيات. الايجابيات هنا تتمثل في ايه؟ كل معلومه تعرفها قاطعهم، حتى كل من يتعاطف، حتى مجرد من يتعاطف تقطعه، ترشد، تبقى عينك كاميرات خفية انت نفسك مباحث، انت نفسك مرشد، انت نفسك رجل شرطة ورجل جيش ورجل قوات مسلحة، اقسم بالله، لان هم مش عايشين في كوكب اخر، هم عايشين في وسطنا وبيتحركوا في وسطنا وبيصنعوا المتفجرات في شقق في وسطنا والى اخره. الشعب لازم يكون قوي بقى ووقفة ايجابية. ايضا من ضمن المساعدات، انت يا عمارات ويا محلات، قلنا الكاميرات، فين الكاميرات؟ لو النهارده مصر ملغمه، مش مصر بس، كل المدن بتاعتنا
ملغمة بالكاميرات. يا سيدي حاجة تساعد، خد من التلق ما لا يؤخذ كله يترك كله. نعم. اعمل الكاميرات ديت في كل العمارات ورقابة صارمة صارمة من الحكم المحلي، كل وزارة لازم تقوم دورها. انتوا يا محافظين يا رؤساء احياء، قلنا 100 مليون مرة العربيات المتهالكة المرمية في الشوارع، طب ما دي ممكن نعم. سيادة اللواء مجدي بسيوني مساعد وزير الداخلية، أشكرك شكرا جزيلا ووضحت وجهة النظر. وينضم إلينا هاتفيا نيافة القمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنسي. نيافة القمص، تعازينا في ضحايا هذا الحادث الخسيس وتعقيب حضرتك. هذا الحادث ليس الهدف منه استهداف الأقباط فقط. نعم. هذا الحادث هدفه استهداف مصر الحديثة التي وقفت على أقدامها لتبدأ مرحلة جديدة وحياة جديدة، وهؤلاء يريدون أن يعودوا بنا إلى الخلف، ولكن لن نسمح لهم أن يعودوا بنا إلى الخلف، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء مهما صنعوا بنا. سنقف مع بلادنا مصر وقفة رجل واحد خلف قيادة واحدة من أجل أن نتقدم إلى الأمام، مهما كانت الدماء مهما كانت التضحيات سوف نتقدم ونقف. ولكن كما قال سيادة اللواء مجد بسيوني، وهو أحد أهم خبراء الأمن ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، كما قال سيادته، علينا كلنا نكون إيجابيين، رجل واحد من أجل مصر. أنا شكيت في اللي جنبي أبلغ. نعم. شكيت، ما اعتمدش انا على امين الشرطه اللي واقف على باب الكنيسه ولا امين الشرطه اللي واقف على باب الجامع. ده راجل جاي يؤدي مهمه بالساعه ويمشي، لكن انا فين؟ انا كمواطن فين؟ انا كمواطن مفروض انا الجبهه الداخليه، انا ظهر مصر، انا الظهير الامني لمصر، انا اقف مع الداخليه واقف مع الجيش ونقف كلنا ايد واحده من أجل أن احنا نحارب هذا الإرهاب الأسود الذي يطول بلادنا بهدف عودتنا إلى المربع صفر. ولكن لن تعود بلادنا إلى مربع صفر طالما نحن شعب إيجابي إيد واحدة نقف خلف قيادة واحدة وبنقول للكل احنا شعب واحد وشعب ينمو وينمو ويتقدم بالهدف واحد، أن احنا نصل إلى الأمام ولن نعود إلى الخلف. هي دي بلادنا، مش هنتخلى عنها، مش هنسدها، ومش هنترك أرضنا، ومش هنقبح في أحد. بالعكس، احنا بنصلي من أجل الكل، بنصلي من أجل مصر، بنصلي من أجل رئيسنا، بنصلي من أجل شرطتنا وجيشنا، بنصلي من أجل إخواتنا المسلمين، بنصلي من أجل العالم كله، وبنقول للعالم كله مصر لن تركع، مصر لن تركع أبدا مهما حدث معنا ومهما حدث لنا، مصر لن تركع أبدا، عمر مصر ما تغتسل بهذه الفئة القليلة. احنا 90 مليون ودي فئة قليلة. نعم. احنا فين 90 مليون؟ احنا علينا أن ندعم بلادنا، ندعم بلادنا بالعمل وبالإيجابية وبالأمن وبالتنمية، وندعم بلادنا أن نفلخص خلف رئيسنا وخلف قيادتنا، وخصوصا الحمد لله احنا بدأنا المرحلة الصعبة وبدأ التعدي وبدأنا نجم الثمار، فعلينا أن نقف وقفة رجل واحد، وقفة إيجابية، لكي نقول للعالم هذه مصر تعالوا وانظروا بتعبر الصعاب إلى الأفضل، بتعبر الصعاب إلى الأفضل، وهنفضل مصر وهتحيا مصر وهتحيا مصر حتى أن تقوم الساعة، ولن نعود إلى الوراء مهما حدث. نعم. مهما حدث لن تعود الساعة. نعم. نيافة القمص، يعني بالأمس القريب كان هناك حادثة إرهابية بالقرب من مسجد السلام بمنطقة الهرم، اليوم حادثة إرهابية أخرى تطال الأقباط في الكاتدرائية بالعباسية. هل يمكن لمثل هذه الحوادث أن تفرق ما بين طرفي الأمة المسلمين والمسيحيين؟ عاوز أقول لك موضوع مهم جدا. نعم. هم فاهمين كده، لكن فهمهم قصير وقاصر.
عندهمش بعد نظر، هما ما يعرفوش ان مصر هي هذا العنصر المصري الاصيل، ايا كان قبطي مسلم، ايا كان عنصر مصر عنصر معدنه اصيل، لا ينجرف وراء الاحداث ولا يتشكل بتشكيل احداث ولا يسير وراء الكلام ولا الاشعاعات. انت دايما تقول امبارح كان المسجد، النهارده كنيسه، والمسجد والكنيسه متضامنان ومرتفعان الى اعلى، الذي اذكر الجرس بيصدح والكل يدعو الى الله ان يحفظ بلادنا مصر، الكل يدعو. حينما تزداد الالام تزداد قوه الترافق، حينما تزداد المساعد تزداد قوه الترافق، حينما يصنعون ما يصنعون بنا نزداد ترافقا وقوه خلف قيادتنا. وبنقول كده للكل، احنا مش هنتاثر باي حاجه ابدا الا بلادنا تحيا وتقوم وتقف وتتقدم الى الامام خلف قياده واعيه تسير بنا الى الافضل والى الحياه الافضل. فيصنعوا ما يصنعوا مش هنسيب بلدنا، مش هنكره بلدنا، مش هنكره سيادتنا، بالعكس مش هنكره اخواتنا المسلمين، لان شعب، احنا شعب واحد، تجمعنا ارض واحده، تظلنا سماء واحده، نشرب من ميت واحد، عايشين في خير واحد. احنا مش هيحصل ان احنا هنكره اخواتنا، لان احنا عارفين مين اخواتنا. معا في السراء ومعا في الضر. احنا ده احنا لسه بنحتفل بالنور يا جماعه. يعني انا جيراني جايبين لي حلاوه النور، لدرجه ان احنا عاملين مقاطعه عليها. احنا عملنا مقاطعه على حلاوه النور. سامع ازاي؟ عشان ازمه السكر وما الى ذلك. لكن تبادلنا التهافي وتبادلنا الرسائل الطيبه وتبادلنا المعايدات. لكن احنا بنعيد في الحب وشوف الشر بيعيدوا علينا فيه. هم كده بيعلنوا عن نفسهم وبيظهروا معدنهم الداخلي وبيتكلموا عن اللي جواهم. احنا جوانا حب، الله محبه، والانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، ومن فضله القلب يتكلم اللسان. نعم. قلبنا عامر بالحب، فنخرج الحب ونتكلم بالحب، وايدينا ممدوده بالحب لكل المصريين اخواتنا اخباطا ومسلمين. ولا يتمنى، نعم، لا نقول اخباطا ومسلمين، جميعنا وطنيين مصريين. نعم. رجالا في السراء والضراء مستعدين. اني ادعو القدير ان يبارك في وحدتنا الوطنيه. نعم. لنعبر هذه الملمه وهذه الالام بسلام، ونصل بالسفينه الى بر الامان بإذن الله. نيافة القنص بولس عويضة، أستاذ القانون الكنسي، أشكرك شكرا جزيلا، وتعازينا في ضحايا هذا الحادث الغادر الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 25 شخصا وعشرات الجرحى. وللمزيد من المتابعة معنا على الهاتف الزميلة بسنت أكرم مراسلة النيل. بسنت، يعني ما هو الجديد الآن في موقع الحدث، وخاصة بعد أن جاءتنا أنباء بارتفاع عدد الضحايا إلى 25 حالة وفاة وأكثر من 35 مصاب؟ بسنت، الصورة الآن بسنت من موقع الحدث بعد أن وفاتنا أنباء ب 25 حالة وفاة في المبنى القديم بجوار الكاتدرائية. بالفعل هو زاد عدد الوفيات إلى 25 حالة وفاة وأكثر من حوالي 30 مصاب. لابد أن ينضم إلينا أحد شعود العيان، فهو كان متواجد في موقع الحادث في حوالي الساعة 10، وهو الأستاذ روماني سامي. صباح النور. ممكن حضرتك بس تحكي لنا حضرتك كنت موجود هنا الساعة كام؟ أنا كنت جاي أنا يعني كنت جاي أحضر. أنا كنت جاي أحضر الكنيسة عادي في الميعاد، فعلى الساعة 10 جاي أنا من عند كوبري أحمد سعيد، لقيت تحس انفجار جامد، وببص لقيت الإزاز بيطير وناس عمالة بتجري، فقمت جاري طبعا
فببص في ايه، قمت داخل جوه لقيت بقى ناس خارجه ميتين على يعني ما الاسعاف جه كان على يعني 10:30 ولا حاجه على الاسعاف جت بعد الانفجار بحوالي نص ساعه تلت ساعه على لما جم. كان اللي مات طبعا. كان طيب حضرتك لحد ما حضرتك موجود كان عدد الوفيات قد ايه وعدد المصابين كتير؟ لا الوفيات كتير واغلبيتهم السيدات، لان اللي حصل الانفجار اللي حصل جوه الكنيسه في قلب الدكك اللي بيقعدوا عليها السيدات، الناحيه اللي بيقعدوا عليها السيدات، الاتجاه اللي بيقعدوا عليه السيدات الدكك بتاعتهم جوه الكنيسه نفسها في قلب الصاله ما هي شغاله جوه الكنيسه نفسها. دخلت جوه لقيت طبعا دكك طايره ولحم واقع على الارض ودم على الحيطه وازاز طاير والدنيا خربانه جوه، الدنيا خربانه يعني ما حرام يعني حرام اللي بيحصل. صلاه تعبينا لحضرتك. شكرا لحضرتك. كما ترى مشاهدينا هذه هي رواية شاهد العيان. قاموا بنقل كافة المصابين وأيضا الوفيات، انتقلت إلى مستشفى دار الشفاء الدمرداش والزهراء أيضا. نتابع مشاهدينا المبنى القديم وهو المبنى المجاور للكاتدرائية، وهذا المبنى بالفعل أصاب بتهشم في الأبنية أو بتهشم في الواجهات الزجاجية تماما، وهذا ناتج عن القنبلة المسمارية والتي أدت إلى هذا التهشم. مزيد من عربات الإسعاف وأيضا سيارات المطافئ ومازال الكردون الأمني حول الكاتدرائية بالكامل لمنع أي من المواطنين للدخول إلى داخل الكاتدرائية. كما تروا فنحن هذه هي المسافة ما بيننا وما بين الكاتدرائية، ولم يتم السماح نهائيا لأي شخص بالعبور إلى الداخل حرصا فقط على سلامة المواطنين. ورجال الشرطة كما ذكرت من قبل قاموا بتمشيط المنطقة تماما ويقومون بعمل هذا الكردون وتأكد من حين إلى الآخر بأن المنطقة سليمة وآمنة حفاظا على حياة المواطنين وعلى سلامة كافة المواطنين المتواجدين في هذا المكان. أشكرك شكرا جزيلا زميلة بسنت أكرم من موقع الحدث. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ علي السمان رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان. يعني أستاذ علي، كيف تفسر ما حدث اليوم ويعني في مثل هذا اليوم مولد النبي النبوي الشريف وأيضا في الصلاة بالكنيسة الكاتدرائية بالعباسية وأيضا تزامنا مع ما حدث يوم الجمعة وعمل إرهابي يوم الجمعة في إطار أو في محيط أيضا مسجد السلام؟ هو طبعا كل ما أستطيع أن أقوله نعم سواء أرضى أم لم يرضي جريمة بكل معنى الكلمة واعتداء على كرامة شعب مصر أن يأتوا في هذا اليوم بالذات، فالجريمة مزدوجة أن تتم يوم ميلاد الرسول وأن تتم أيضا على أرض كنيسة أشقائنا وإخوتنا من المسيحيين. ده شيء عايز وقفة ليس فقط تأمل ولكن استعداد لسياسة ردع جديدة لا تتوقف وتعطي لهؤلاء درسا أن شعب مصر لن يستكين. أستاذ علي، يعني هذا السيناريو كثيرا أو في بعض الأحيان كنا نراه من استغلال روح المحبة ما بين مسلمي ومسيحي مصر، هل هذا يعني إفلاس قوى الشر كما يطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من هم مغرضون ومتآمرون على هذا الوطن بعد الإفلاس من الوصول إلى سيناريوهات معينة، يعني اتخاذ هذا السيناريو كبديل لإحداث الفتنة أو إحداث روح البلبلة والفوضى داخل الشعب المصري؟ الإفلاس ده نتيجة، أما المسؤولية مسؤولية الأمن ومسؤولية الشعب هي مسؤولية التصدي الكامل والجريء وألا نسمح مرة أخرى بأن تقع مثل هذه الأحداث. لابد من خلق سيناريو تصدي عادي
وزي ما بقول أن الردع يجب أن يكون هدفا. طيب أستاذ علي، دكتور علي، بالنسبة للروح يعني أو الشعب المصري دائما ما هو عاطفي وخاصة من الناحية الدينية، إلى أي مدى من الممكن أن نعول على وعي الشعب المصري إزاء مثل هذه الأحداث؟ هو الوعي حيعني عمليا الرفض الكامل لهذه السياسة العدوانية والإجرامية في السياسة. دكتور علي؟ ايوه. طيب الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والاديان، يعني هل هناك وسيله او سياسه معينه من الممكن ان تتبعها الدوله في فكره حوار الاديان او الثقافات اذا تحدثنا عن الشعب المصري او الشباب المصري بشكل عام؟ يعني احنا لاحظنا او يعني شهدنا امبارح شباب مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار فعاليات مهمه جدا، يعني كيف نعول على مثل هذه الفعاليات أو هذه الأحداث في احتواء الشباب المصري؟ ده من ناحية، ومن ناحية تانية أيضا حوار ثقافات وأديان ما بين الشباب المصري ودور أو المسؤولية الكاملة للهيئات الدينية الموجودة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف. سيدتي، حوار الثقافات والأديان لن يمنع، وكررها لسيادتك، التزام شعب وأمة بالدفاع عن نفسه وعن حقوقه وحقوق إخوتي من أقباط مصر. لما تنظري لأهمية هذا العدد الذي سقط ضحية على أرض الكنيسة، هيكون الرد لن نسق. طيب بعض المراقبين دكتور علي بيربطوا دايما ما بين هذه الأحداث وما بين مثلا محاكمات في نفس هذا الوقت، يعني محاكمة عادل حبارة والإعدام أو تأييد حكم الإعدام على عادل حبارة، هل تعتقد أنه متزامن مع هذه الانفجارات؟ يعني له علاقة أو صلة مباشرة؟ شوف يا سيدي، أنا لم أتردد عن أن أطالب في 48 ساعة اللي فات وفي مقالين وراء بعض بكلمة القصاص. نعم. وأنا مش عدت دي، إنما لما أقول إن ده لن يمنعنا من ممارسة حق القصاص. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي السمان، رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان، شكرا لك. ومتواصلون معكم مشاهدينا، وينضم إلينا هاتفيا دكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. أرحب بك دكتور محي. أهلا بحضرتك دكتور محي. أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم. أكد الأزهر أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين الإسلامي الذي دعا إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها. في أي سياق وإلى ماذا يستند منفذ مثل هذه الحوادث الإرهابية على دور العبادة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية؟ في البداية أود أن أتقدم بخالص التعازي لإخواتنا أهالي ضحايا هذا الاعتداء الغاشم، ويعني تعازينا لكل المصريين. وفي الحقيقة أننا نقف أمام تحدي ليس له صلة بأي دين، لا بالكنيسة ولا بالمسجد، لا تعاليم الإسلام ولا تعاليم المسيحية تحض على قتل الناس واغتيال الأبرياء. كرامة الإنسان في الإسلام والمسيحية كرامة مقدسة، الأديان جاءت لاحترام إنسانية الإنسان، وبالتالي لا يمكن أن نعتبر ما حدث يأتي في سياق الأديان إلا من قبل الجماعات التكفيرية وجماعات العنف التي ترمي إلى ضرب الاستقرار وإلى استهداف أمن الوطن والمواطن. طبعا للأسف الشديد هم يركزون على دور العبادة أو على الكنيسة لإحداث فتنة في مصر، ويعني هذا السيناريو أو هذا المسلسل ليس غريبا علينا كمصريين. هم يحاولون بين الحين والآخر
إيقاع فتنة بين أبناء الشعب المصري. ونحن نتصور في الأزهر والكنيسة وكل مواطن مصري على مستوى أو على درجة من الوعي تجعله يفرق بين تلك الجماعات الإرهابية، الجماعات التكفيرية التي يعني ترمي إلى ضرب الاستقرار، وبين الدين سواء كان دين إسلامي أو دين مسيحي. وفي الحقيقة نحن أمام تحديات كبيرة، بحاجة إلى الوعي، بحاجة إلى التوعية الدينية، بحاجة إلى أننا أمام عدو واحد. هذا العدو لا يفرق بين مسلم ومسيحي، هذا العدو له هدف واحد، هو ضرب وتفتيت مصر. وطبعا الرهان الآن على المصريين وعلى وعيهم. تجمعنا يعني غايات واحدة، نعيش في وطن واحد، أمام تحديات واحدة، لابد من المواجهة. والمواجهة لا تكمن في المواجهة العسكرية التي تقودها قواتنا المسلحة وشرطتنا، ولكن تحتاج إلى اصطفاف كل مواطن مصري وكل المؤسسات المصرية وكل أجهزة الدولة لمواجهة هذه التحديات الراهنة. نعم دكتور محي، اليوم تحيي الأمة الإسلامية ذكرى ميلاد سيد الخلق نبي الرحمة، الرحمة المهداة للبشرية جميعا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في أي سياق بترى في ذكرى ميلاد سيد الخلق أن تنفذ جريمة بهذه البشاعة في دار من دور العبادة للإخوة المسيحيين؟ ما هو ده مستهدف، ده مقصود ومخطط له، ليس من الداخل فقط وإنما من الداخل والخارج. ليه؟ لأنه حتى يتم ضرب الإسلام وضرب المسلمين وإحداث فتنة. إنه الدين ده إذا كان النهاردة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، اللي هو يعني النبي الذي جاء لإحياء الإنسانية، بيحدث في ذكرى مولده هكذا، فيعني هذا يؤكد على أن هؤلاء ليس لهم صلة بالأديان، ويعني يؤكد على أهمية وعي المصريين والوعي العالمي، إنه يعني الإرهاب ده لا صلة له بالأديان، لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا باليهودية ولا بأي دين. يعني حتى الأعراف الإنسانية والعادات والتقاليد ترفض مثل هذه الأعمال البربرية الوحشية. نعم دكتور محيي، لطالما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجديد الخطاب الديني وإزالة ما علق به من شوائب ربما يفسرها البعض ب يعني استخدام العنف أو الميل إلى العنف وممارسات لا علاقة لها بالدين الإسلامي، في أي سياق بترى أهمية تجديد الخطاب الديني في ظل وجود واعتماد الكثير من هؤلاء المتطرفين والذين يعني تحدث عنهم الرئيس بالأمس بأنها جماعات إرهابية ظلامية بتهدف إلى خراب وتدمير الوطن، كيف ترى أهمية تجديد الخطاب الديني اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ طبعا مسألة تجديد الخطاب الديني مسألة مهمة جدا، من خلال طرح قضايا مهمة في حياتنا، اللي هو يعني مسألة التعايش السلمي، مسألة احترام الآخر، مسألة احترام التعددية الدينية والمذهبية، الحوار مطلوب. هذه الأشياء مطلوبة في مجال التوعية ضد عدوى الإرهاب، لكن من يمارس الإرهاب لديه قناعة ولديه أجندات معينة ويعمل بالوكالة لأجل التخريب والتدمير. وإحنا شفنا يعني دول بتنفق مليارات لضرب استقرار مصر، وشفنا الحرب الاقتصادية اللي احنا بنخوضها وبندفع ثمنها احنا كمصريين، لكن احنا مؤمنين بدورنا، كل مصري مؤمن بدوره، انه أزمة الغلاء دي أزمة مصطنعة، محاولة خنق للدولة وللمواطنين لأجل إحداث يعني حالة من عدم الاستقرار. لكن كل مصري لديه وعي ويعيش على أمل ويتفائل بمستقبل أفضل، لكن هذا يحتاج إلى نوع من الوعي. حينما يعني لم تسعفهم التحديات والحصار الاقتصادي لجأوا إلى سلاح التفجير والكنائس
وغير ذلك. وقبل يومين كنا تفجير كمين الهرم. وطبعا في تحديات احنا بنمر بيها. نعم. لابد من الصمود، لابد من الاستفاف خلف القيادة والجيش والشرطة. نعم. كلنا على خط واحد، كلنا على قلب رجل واحد كمصريين. نعم. كل المصريين مستهدفين. دكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا لك. للمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء دكتور أحمد خليفة الملطة، الخبير الأمني والقانوني. سيادة اللواء، يعني استنادا لحدث اليوم وحدث الجمعة الماضية، برأيك أو تفسيرك لاتجاه الأعمال الإرهابية مرة أخرى واستهداف الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا بنقدم تعزيمة لإخواننا اللي استشهدوا النهاردة واللي استشهدوا يومكم على الفاتر من المصريين، لأن الدم المصري دم واحد. نعم. ولكن ما يحدث الآن وحضرتك محاولة لهدم الدولة المصرية بعد ما بات لهم أن الأعين بتاعتهم أو المسارات بتاعتهم في منطقة سيناء قد تم تدميرها. وبدأت الشيخ زويد تعود وبدأت الناس تعود، فبدأوا يعملوا فرقعة خارجية في المناطق الأمنية والمناطق الساكنة. وبالتالي ما يفعلونه هو نوع من الخسة والندالة، أن ينتهزوا اليوم الذي فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ويرتكبوا هذه الأعمال الدنيئة الخسيسة في مبنى الكاتدرائية للعمل من إشعال فتنة بين المسلمين وبين الإخوة المسيحيين، ولكن لم ينالوا هذا. وإن التخطيط اللي بيتم من الخارج ومن التكاتف اللي موجود معه من بعض الدول العربية الخسيسة لن يؤثر على مصر، ولن يؤثر على أمن مصر، ولن يؤثر على التضامن اللي موجود وعلى التكاتف اللي موجود بين المصريين. صحيح. وسنصل بإذن الله إلى ما نصل إليه، وإن مصر دائما محروسة وعزيزة بإذن الله. طيب سيادة اللواء، هل هذا يفسر أيضا فشل الأعمال الإرهابية بسيناء كما ذكرت حضرتك من خلال العديد من العمليات التي قام بها الجيش المصري ضد هذه الأعمال، وأيضا سيناريوهات على المستوى السياسي في الداخل؟ يعني هناك بعض الشائعات والبلبلة التي كانت تريد أن تثير يعني فوضى وبلبلة بالداخل المصري، هل هذا هو السيناريو الأخير أو المفلس يعني كما من الممكن أن نسميه لهذه العناصر المغرضة أو التي تريد أن تنال من أمن واستقرار مصر؟ طبيعة حضرتك إن هم أفلسوا بعد ما تم دحضهم في سيناء وتنفيذا للأوامر اللي صدرت، وبالأمس القريب كان صدر حكم محكمة النقض في رفض النقض لقضية عادل حبارة، وتم تنفيذ الإعدام عليه. فلا بد أن يحدث منهم فرقعات تؤدي إلى اهتزاز داخل الشعب المصري، والشعب المصري لن يهتز لما يفعلونهم هؤلاء السفلة وهؤلاء المأجورين الذين يعني يتاجرون باسم مصر في كافة الدول، ويتاجرون باسم مصر سواء كانوا في الخارج أو في الداخل. إنما ضاق عليهم النطاق في سيناء، ففروا في الآخر يعملوا فرقعات. وما هي هذه؟ طب سيادة اللواء، يعني هل هذا من المفترض أو يفرض فكرة يعني اليقظة الأمنية بشكل أكبر أو استراتيجية أمنية بديلة ومختلفة، وخاصة تزامنا دائما مع هذه الأحكام بالإعدام على العناصر الإرهابية يليها بعض الأعمال الإرهابية في الداخل، كما يعني شاهدنا حتى على فترات مختلفة في الماضي أو في السنوات الماضية؟ لابد أن يكون هناك يقظة بين الجيش والشرطة اللي هي بتحارب هذا الإرهاب في كافة النواحي، ولابد أن يعيش الشرطة في هذه الأيام الأمن الداخلي أن نضع أعيننا أن هناك أماكن معينة ستستهدف وسيتم فيها فرقعات كما حدث في الماضي. لابد أن يحدث تكاتف ما بين الشعب وما بين الشرطة، لابد أن تكون هناك نظرة واقعية من جهاز الشرطة للأماكن المستهدفة، وأن يكون هناك ويعلو الإحساس الأمني لدى الشعب ولدى الشرطة ولدى الجيش أن هؤلاء الخسسة سوف يرتكبوا بعض أعمالا القصد منها تشويه الأمن المصري، ولكن لن ينالوا برضو من ما يفعلونه، وهي ستمر مرورا بسيطا، وهي عبارة عن يعني هروب من الخنقة بيعملوا أفعال
ارتجالية إن شاء الله. طيب سيادة اللواء، أيضا بعض المراقبين يعني دايما بيفسروا أنه بعد فتح معبر رفح دائما بتحدث هذه الأعمال، هل هذا له صلة وعلاقة مباشرة أم أن الموضوع بعيد أنه يحدث انفجارات بالداخل، يعني كل هذه المسافة إلى داخل القاهرة أو المحافظات المصرية؟ هو احيانا برضه زي ما هو معروف ان بعد فتح معبر رفح بتحدث بعض هذه الاشياء، لا ننكر ان بتبقى هناك النواحي الانسانيه التي توفرها المصريين لهؤلاء الخصصه اللي بيخرجوا من خلال حماس وافراد حماس وافراد الجماعات الارهابيه انهم يخرجوا، من الممكن ان يندسوا ويخرجوا ويسببوا قلقا في منطقه مصر، ولكن كل الايام دي محتاجه ان احنا نحكم قبضه الامن شويه، نفتش بجديه شويه، يبقى عندنا توقع لاي شيء في هذا الموضوع. وزي ما قلنا قبل كده ان بعض صدور اي احكام من الاحكام دي بتحصل فرقعات امنيه. صحيح يا دكتور. فان شاء الله ربنا يسهل باذن الله، ومصر لن تركع ابدا كما قال الرئيس لمصر، وكلنا نساند الرئيس السيسي فيما يفعله، لأن مصر قادمة رغم أنف الحاصلين. صحيح، كل ما يحدث دليل على أنها قادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور أحمد خليفة الملطي خبير أمني وقانوني، شكرا يا فندم. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الوطن وخبير الجماعات الإرهابية. أرحب بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا بك. أستاذ أحمد، توقيت هذه الأحداث وتزامنها مع أحكام الإعدام وأيضا تفجير كمين الهرم يوم الجمعة الماضي، هذه التوقيتات المتزامنة هل لك من تفسير لها؟ أنا في تقديري أن لا يوجد دلالة بتوقيت أحكام الإعدام على حبارة أو القبض على نجل محمد مرسي، لكن أنا أعتقد أنها موجة من موجات الإرهاب التي تتكون كلما استقرت الدولة وكلما ذهبت بعيدا في الإصلاح وفي الاستقرار وفي تحقيق الأمن على جميع الأصعدة، كلما زادت وتيرة العمليات الإرهابية. هذه موجة من موجات الإرهاب التي تقوم عليها جماعة الإخوان وأشقائها من الجماعات الأخرى. هذه الموجة لها علاقة بالموسم السياحي القادم، مصر مقبلة على رواج اقتصادي طبيعي، مصر قامت بعدد من الإصلاحات في الفترة الأخيرة، جميع الاقتصاديين يرون أن بهذه الخطوة الأخيرة التي قام بها مصر بعدد من الإصلاحات الاقتصادية ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة، ومسمى كانت بالإضافة إلى تزامن ذلك مع موسم سياحي ومن ثم رواج اقتصادي، كل ذلك يؤدي إلى وجود هجمة إرهابية جديدة. عندما نرى الهجمات التي شهدتها القاهرة منذ أول أمس، نستطيع حتى بمرور باليوم باحتفالات أعياد الميلاد التي بدأت اليوم مع إخوة الأقباط، ندرك تماما أننا أمام مخطط لموجة إرهابية جديدة تستهدف إرهاق الدولة وتستهدف ضرب الدولة في الاقتصاد. مصر لا تعاني الآن سوى من الأزمة الاقتصادية، لا يوجد معاناة لدى مصر، الأمن في مصر متحقق بنسبة كبيرة. يعني إذا ما قارنا الحالة الأمنية التي تمر بها مصر وسط الحزام الذي توجد به مصر في المنطقة، ندرك أن مصر حققت نجاحا أمنيا باهرا. مصر عدت يعني تخطت ثورتين كبيرتين، هزة سياسية كبيرة بدولة بحجم مصر تخطتها بسلام وبأمن شديد، فكان لابد من الضغط على مصر اقتصاديا، محاصرتها اقتصاديا، الضرب على موسم السياحة القادم. موسم السياحة رأينا أن عدد من الدول الأوروبية وعلى أثر الولايات المتحدة الأمريكية صنفت مصر بأنها دولة آمنة. نعم. كل ذلك كان نتيجة كل ذلك أسباب يؤدي إلى ما نحن اليوم فيه. طب أستاذ أحمد، حضرتك خبير في الجماعات الإرهابية، أريد منك قراءة استهداف قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية يعني داخل الكاتدرائية أو بيت الصلاة من الداخل،
الرسالة التي تهدف هذه الجماعات إلى إيصالها إلى العالم من هذه الحادثة وبشاعتها؟ يا سيدة الفاضلة، أنت تسألين اليوم بعد 80 عاما من فتاوى تكفير الإخوة الأقباط وعدم جواز تهنئتهم بأعياد الميلاد وقتلهم واستحلال أموالهم، تسألين اليوم بعد 80 عاما من كل هذه الفتاوى؟ هذا ليس جديدا على هذه الجماعات. هذه اسألي عن فتاوى عبد الحميد كشك، اسألي عن فتاوى مصطفى مشهور، اسألي عن فتاوى يوسف القرضاوي، عن محمد سليم العوة، عن محمد حسين يعقوب، كل هذه، عن محمد مهدي عاكف، عن سلامة عبد القوي. هذه الجماعات يعني ليلا ونهارا تكفر الأقباط وتحرض عليهم وتحرض على قتلهم وجواز قتل أبنائهم واستحلال أموالهم. نحن رأينا في التسعينات ورأينا بعد ثورة 30 يونيو كيف هدمت، كيف اعتدى هؤلاء. نعم، ولكن أستاذ أحمد، كانت الحوادث الإرهابية السابقة التي أعقبت ثورة 30 من يونيو تستهدف مباني الكنائس، بحرق الكنائس بالكامل أو من الخارج، ولكن استهداف بيت الصلاة، قاعة الصلاة من الداخل، ماذا يعني ذلك؟ هل ذلك يعد تحولا نوعيا في عمليات هذه الجماعات؟ نعم، أنت تقصدين العملية نفسها. نعم، العملية نفسها طبعا بلا شك هي تحول نوعي. يعني حتى الآن المعلومات المتاحة أن 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 سيدة دخلت داخل عملية داخل الصلاة ووضعت قنبلة تحت أحد المقاعد. يعني هذا يسأل فيه، لكن أنا عندما تحدثت مع أكثر من صديق عن فكرة الأمن وضرورة أن تكون هناك تفتيش أمني، قال لي صديق: وهل كل من يدخل إلى مسجد أو إلى كنيسة يفتش؟ يعني هذه أمور طبعا بلا شك هذا حدث نوعي، بلا شك وجديد، يعني يشبه إلى حد كبير ما حدث في الكنيسة القديسية عن تفجير من الداخل. هذا أمر طبعا مريع وله توقيت، وبالمناسبة من فعل التفجير اليوم هو حادث شبيه بحادث تفجير في القديسين، عندما تحدث عن الوقت، عندما اختار الوقت هو احتفالات أعياد الميلاد. لو تذكرين أن حادث القديسين في 20 من ديسمبر 2011، هو نحن الآن قريبين من نفس الحادث، قريبين من نفس التوقيت، الهدف واحد. أنا دائما أتحدث عن فكرة الفتاوى هي الأصل. تقاعس دور المؤسسة الدينية في مصر عن رد هذه الفتاوى وتفنيد هذه الفتاوى والرد عليها بالتشريع هو سبب رئيسيا. الحادث بلا شك هو نوعي وهو مؤثر وهو ضربة موجعة، لكن نحن الآن ندفع ثمن كما قلت لك استقلال القرار المصري، ندفع ثمن. وضحت الصورة أستاذ أحمد الخطيب، نائب رئيس تحرير الوطن والخبير بالجماعات الإرهابية، شكرا جزيلا لك.